برشا ناس يسألوني على الاشتراك في الملكية. الاشتراك في الملكية موضوع كبير برشا، وفيه برشا جوانب وفيه برشا مراحل. خلينا نبدأ بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى إنه الاشتراك في الملكية، هذا سؤال يطرحه عليكم ضابط الحالة المدنية أو عضو الإشهاد، باش يكتب لك الصديق يقول لكم شنو تحبوا، اشتراك ولا انفصال. انتم مثلا اخترتوا الاشتراك في الملكية، يلزم تعرفوا انه بعد الزواج اذا كان انتم تحبوا تبدلوا الحكايه هذه كما تمت بالاتفاق، راه يلزمها تتفصل بالاتفاق وتمشي لعدل الاشهاد يعمل لكم الفصل في الملكيه. حاجه اخرى هي ما لازمكم تعرفوها، كي نحكيوا على ملكيه، ملكيه شنو؟ العقارات الكل؟ لا، اولا كل ما هو عقار اكتسبه واحد منكم بالهيبة بالورثة ما يدخلش في الاشتراك في الملكية، هذه حاجة. الحاجة الثانية نوع العقار، العقار يجب يكون في علاقة وطيدة ومباشرة بالحياة الزوجية، مثلا محل الزوجية، مثلا إذا كان عندكم محل ثاني تمشيوا مثلا كل صيف في بلاصة، هذوما حاجات عندهم علاقة مباشرة بالعلاقة الزوجية وبالتالي يشملهم نظام الاشتراك في الملكية.